مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاش السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه منذ ولادته في النجف الأشرف بين حوزاتها وجامعاتها وفي نواديها العلمية والثقافية والأدبية، وعاصر أكابر المراجع وتتلمذ على أيديهم، وصار مع مجموعة من الفضلاء كالشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر مراجع كهؤلاء المراجع. تخرج على أيديهم الكثير من العلماء والمبلغين والدعاة إلى سبيل الله. لقد عرف السيد منذ نعومة أظافره بالدرس والجد والبحث والتحصيل العلمي، فكان موضع احترام وتقدير المراجع والعلماء والطلاب. ومما حدث به سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه مدير مكتبه في دمشق السيد محمد الحسيني، أن السيد الخوئي قدس سره سأل يوما الشهيد السيد محمد باقر الصدر عن المبرزين والمتفوقين من طلاب الحوزة من العرب من رفاق السيد الشهيد، فما كان من السيد الشهيد إلا أن أتى بتقريرات السيد الخوئي التي كان يحررها السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه في درس السيد الخوئي في بحث الخارج، حيث أبدى إعجابه وتقديره للسيد فضل الله الذي أدرك عنده فضيلة علمية متقدمة. وبعد حوالي أكثر من 20 عاماً صار السيد فضل الله الوكيل العام للسيد الخوئي قدس سره في لبنان وخارج لبنان. صار السيد معروفا لدى الجميع بورعه وتقواه وعمله وعلمه ودماثة خلقه، فكان الكثير من الطلاب يتهافتون للدراسة على يديه في حوزة النجف الأشرف. ومما يوثق ذلك ما نقله الحاج ميثم كاظم عبد الحسين أنه في السنة الأخيرة من حياة السيد فضل الله زار الحاج ميثم سماحة السيد، وصادف أن سماحة المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد آصف محسني كان في الوقت ذاته في زيارة لسماحة السيد. وبعد أن رحب السيد بهما قال له السيد، وخلال تذكرهما لأحوالهما قال طبعا للشيخ محسني عندما كانا في النجف الأشرف، قال: أنا أعرفك منذ 40 عاما. فقال له الشيخ محسني: أنا أعرفك منذ 50 عاما، وذلك عندما كنت تدرس الفضلاء من الطلاب في مسجد الهندي في النجف الأشرف طبعا. وهذا يدل على مدى رصد حركة السيد العلمية من قبل علماء وطلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ومما تجدر الإشارة إليه أن السيد رضوان الله عليه وهو في النجف الأشرف وطوال أيام حياته، إن كان في النجف الأشرف أو في لبنان، لم يعرف الراحة أبدا، لأن الراحة التي تعني الاسترخاء وتضييع الوقت لم تكن على الإطلاق في قاموس السيد فضل الله. لذلك كان رضوان الله عليه يقول: مشكلتنا أننا نحب الراحة ونحب الاسترخاء، ولكن المسألة في أن ننطلق لنكون كما قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ويقول السيد: إن الإنسان الذي لا يحب مهمته لا ينجح، فلا بد أن نحب مهمتنا وأن نحب الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلمات هكذا يقول السيد نقولها، لابد من إدخالها إلى الوجدان والشعور وتحويلها إلى أمر متجذر داخل النفس، وهذا يحتاج إلى جهاد أكبر. لذلك أقول لنفسي وأقول لكم، علينا أن ندخل في حسابات مع الداخل قبل أن نجري حسابات مع الخارج، أن نهتم بمحاسبة أنفسنا أمام الله قبل أن نهتم بمحاسبة الآخرين. علينا دائما أن نقرأ قوله تعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويبقى السيد في العقل والقلب والوجدان.